هي يوتيوب، بس يبدو لي انه لسه ما حطيتش الرابط على الموديل البلاي ليست، يعني انا جيت احطه ان شاء الله. طيب اليوم ان شاء الله بدنا نحكي على سبورت فيكتور ماشينز، تمام، او الاس في ام. الفكره الاساسيه في السبورت فيكتور ماشين انه الخوارزمية هذه بتحاول انه هي، يعني اتس سيرش الجوريثم، بتحاول انه هي توجد اللينير هايبر بلين، واللي يعتبر الديسيجن باوندري اللي بيفصل البيانات عن بعض. وعشان تعرف ايش المقصود بالهايبر بلين، انت عندك هذه عبارة عن نقطة، تمام، هذه بوينت، واللاين بيكون هو عبارة عن الخط بين نقطتين، صح؟ والبلين ايش شكله؟ البلين مستوي، يعني زي ما يكون انه انت عندك زي الورقة مثلا، زي الورقة هذه، هذا عبارة عن بلين. فبهذه الحالة انه بكون انت عندك الدايمنشن 3 دي، يبقى هذا انت عندك 1 دي، هذا 2 دي. البلين انت عندك بيكون في ثلاثي الابعاد، بيكون انت عندك بلين زي هيك. البلين هذا انه ممكن يكون مستوي بالكامل، بس وممكن انه يكون في انحناءات، يعني زي كانه الورقه انت عندك انه انت تعمل فيها انحناءات بس عشان مثلا تفصل بين نقاط ونقاط. ايش فكره الهايبر بلين او الديسيجن باوندري؟ انه انت بدك تحاول توجد الحد الفاصل اللي بيفصل البيانات او النقاط تبعتك، انه اللي حتكون فوق اللاين بتتبع كلاس معين، واللي تحت اللاين بتتبع كلاس تاني. هاي الفكرة الأساسية تبعتها. طبعا هذا بلين زي ما حكينا انه 3 دي، تمام. هايبر بلين، الاتش بلين او الهايبر بلين، حاجة احنا مش ممكن انه احنا نتخيلها كتخيل، هي موجودة لكن بنقدرش نتخيلها لانه اندي undimensional، تمام، اكثر من 3. احنا لغايه البعد الثالث بنقدر نتخيله، اكثر من هيك بنقدرش نتخيله، لكن انه هو موجود، يعني انه هايبر بنسميه هايبر بلين، بيكون هو عباره عن حد فاصل بفصل البيانات عن بعض، تمام. فبالتالي الخوارزميه هذه بدنا نوجد هذا اللاين. ممكن يكون في عندك حل انه الخط الفاصل يكون زي هيك، صح، وممكن يكون زي هيك، هذا بي واحد وهذا بي اثنين، ممكن يكون زي هيك، هذا فاصل ولا مش فاصل؟ فاصل، وهذا برضو بيفصل. مين أحسن؟ السؤال اللي بيطرح نفسه، مين أحسن، بي واحد ولا بي اثنين؟ وفي غيرهم كتير، يعني انت في عندك يعني possible solutions، هذه كلها عبارة عن خطوط فاصلة أو حدود فاصلة بين النقاط، اللي هذه بتتبع كلاس وهذه بتتبع كلاس تاني، كلها حدود فاصلة تعتبر. ايش افضل لاين انا المفروض انه اختاره؟ افضل لاين المفروض انه انا اختاره، هاي السؤال اللي بطرح نفسه، انه بي واحد افضل ولا بي اثنين؟ ايش رايكم؟ بي اثنين. ليش؟ هذا بي اثنين، صدق شايفه. ليش افضل من هذا؟ لا، هذا بعتبرش انه هيك فوق وهيك تحت، يعني في واي واكس. كيف؟ اه
يعني هذا احتمال انه يغلط في هدول الجراب من اللاين. تمام، هو يفترض انه يكون الحد الفاصل انه ما فيش، يعني انه هو فعلا حد فاصل، يعني انه بدك توجد اللاين اللي من خلاله لو نقطة جديدة اجت خلاص انه انت بتصير انه فوق اللاين يبقى تتبع للكلاس ايش الدائرة، ولو تحت اللاين بتتبع انه مستطيل. الفكرة في الموضوع هنا انه انت عشان تقلل الايرور بدك اللاين اللي له اكبر مارجن، فبدنا نعمل ماكسمايز للمارجنز، فبالتالي بي واحد يعتبر افضل من بي اثنين على اساس انه بي واحد المارجنز تبعته اكبر. شوف لي المارجنز تبعت بي اثنين، شايفها وين؟ كيف تحدد المارجن؟ هاي اللاين، الخط المنقط او الداش لاين، هذا الداشز. تمام، الخط المنقط هذا زي ما انت شايف هنا، أقرب تماس للشكل الموجود. إيش معنى هذا الكلام؟ الهامش اللي هو هذا النقط، زي ما أنت شايف الحد تبعه كيف تحدد؟ إنه أنت عندك أول نقطة بيصادفها بشكل عمودي. تمام؟ يعني أنت عامل خط هيك بشكل عمودي، أول نقطة أنت بتصادفها هذه النقطة، فبالتالي تحدد الهامش من تحت. طب الهامش من فوق بدها تكون نقطة من الكلاس الثاني، أقرب نقطة لللاين من الكلاس الثانية هيها. تمام، أعمل لي خط مستقيم عمودي يعني. تمام، فبطلع أنت عندك الهامش زي ما أنت شايفه ضيق كتير، بينما عندك بي 2 النقطة، يعني عندك هذا اللاين النقاط اللي حددت الهامش وين هي؟ هذه أقرب نقطة على اللاين من الكلاس المربعات، وهذه أقرب نقطة على اللاين من كلاس الدوائر، فبالتالي أنت عندك الهامش إنه هاي النقاط اللي حددت الهامش. فإحنا بدنا نعمل ماكسمايز للمارجن هذا، فبالتالي بما إنه المارجن تبعت بي واحد أفضل من المارجنز تبعت بي اثنين، فبالتالي إنه هو اللاين بي واحد هو أفضل من لاين اثنين. تمام؟ احنا بنسميه عادة هايبر بلين بغض النظر عن الدايمنشنز اللي موجود عندي، خلص سميه دائما هايبر بلين، سواء كان لاين او بلين او هايبر بلين، خلص بنسميه دائما هايبر بلين او ديسيجن باوندري. بدنا الديسيجن باوندري هذا انه يكون الهامش تبعه او المارجن تبعه اكبر ما يمكن. طبعا هذا كلام بده يتم صياغته على شكل معادلات، فبالتالي هذه المعادلة تبعت بي واحد. تمام، معادلة بي اثنين، لا عفوا ما عنديش بي واحد وبي اثنين، يعني بس معادلة بي واحد، وعندي معادلة الهامش اللي تحت ومعادلة الهامش اللي فوق. هذه دبليو اكس زائد بي بتساوي صفر، وهذه دبليو اكس زائد بي بتساوي ماينس واحد، وهذه دبليو اكس زائد بي زائد واحد بتساوي زائد واحد. تمام، فبالتالي انه مقدار المارجن هو على عبارة عن اثنين على الدبليو، والمعادلة اللي بتعمل من خلالها بريدكشن هي هذه المعادلة، فانت بتعوض في هذه المعادلة بقيمة الاكس. اذا كانت والله اكبر من واحد معنى ذلك انه الناتج واحد، معنى ذلك انه النقطة فوق الخط موجبة فوق الخط، وإذا كانت أقل من أو تساوي ماينس واحد معنى ذلك أن النقطة تحت الخط، النقطة تحت الخط القيمة بالسالب، فبالتالي هنا تحت الخط، فبالتالي أنه بيكون الكلاس مربع، وهنا فوق الخط الكلاس بيكون دائرة. لاحظ أنه الصفر مش موجود لأنه لأنه إيش؟ لانه هي معادله الخط، واحتمال انه تكون في عندي نقاط على الخط ما فيش. ليش؟ لانه احنا جبنا خط بهامش، فبالتالي ما فيش نقاط على الخط، فبتكون يا اكبر من او تساوي صفر يا اقل من او تساوي صفر. تساوي صفر هي معادله الخط المستقيم نفسه. تمام، صحيح، الاكس هو المتغير والدبليو هو الويت اللي بيحدد. احنا بدنا نوجد الدبليو،
تمام؟ اللي بيجيب لي أكبر مارجن، اللي بيجيب لي أكبر مارجن. كيف؟ فوق الخط بالموجب، تحت بالسالب. إيش يعني قيمة مطلقة؟ هذه عبارة عن، مش القيمة المطلقة، هذه إنه القيمة كفيكتور، لأنه الدبليو هذا عبارة عن فيكتور. لما يكون أنت عندك n dimension بيكون الدبليو هذا عبارة عن كفيكتور، فبالتالي أنت بتجيب القيمة السكالر تبعت الفيكتور هاي، تمام؟ القيمة السكالر تبعت الفيكتور هاي. هاجد هذا الكلام انه بيتم تحديده بخوارزميه، انه انت بتضلك تجرب كذا لاين لغايه لما انه انت يتحدد عندك اكبر مارجن. اذا تحدد اكبر مارجن فبالتالي انت المعادلات هذه بتتحدد، فبالتالي في البريدكشن انت ايش بتصير عندك البريدكشن، انه الموديل هو عباره عن معادله. لازم تفهم هذا الكلام. ديسيجن تري الموديل عباره عن ايش؟ الموديل احنا كله بنعمل بريدكشن، هذه كل الخوارزميات للبريدكشن، بس ركز معايا. ديسيجن تري الموديل عباره عن ايش؟ شجره. الرول اندكشن الموديل عباره عن ايش؟ مجموعه من الرولز. في النايف بايزيان الموديل عباره عن ايش؟ معادله، اللي هي الاساس تبعها اللي هي البايس ثيوريم او البوستيريور بروبابيليتي، عباره عن يعني انت بدك تعمل بريدكشن في البيزيان بس تطبق المعادله، بس اوجد قيم. انت عندك زي ما اخذنا سابقا بدك تعمل بريدكشن بس طبق هاي المعادله. معنى ذلك انه انت بده يكون عندك انه انت تحسب البروبابيليتي تبعت هاي من الداتا، وتحسب البروبابيليتي تبعت هاي والبروبابيليتي تبعت هاي، وشفنا كيف نحسبهم سواء كانت كاتيجوريكال او كونتينيوس، انه نحسبهم اذا كانوا كاتيجوريكال من خلال الفريكوانسي تيبل، واذا كان كونتينيوس من خلال البي دي اف، من خلال probability density function. فالبريدكشن هنا مجرد انه انت تطبق معادلة. فكمان مرة نرجع للسياق. decision tree الموديل عبارة عن شجرة. الرول اندكشن الموديل عبارة عن مجموعة من الرولز، تطبق مجموعة من الرولز. البيزيان انه انت عندك الموديل عبارة عن معادلة، بس طب بدك تعمل بريدكشن طبق المعادلة، تمام؟ النيورال نتورك الموديل عباره عن شغلتين، النتورك مع الويتس تبعتها، مع الفاينل ويتس اللي بتصلها بعد عمليه التدريب. فبالتالي انت عندك هنا الموديل في النيورال نتورك شغلتين، اللي هو النتورك اركيتكتشر اللي انت وصلت له، هذا كم في عندك هيدن لاير وكم من نيورون، بالاضافه للفاينل ويتس اللي انت وصلت لهم. كل كونكشن هذه في لها ويت، فبالتالي عندك الماتريكس تبعت الويتس تبعت الشبكه كلها بالكامل، تمام؟ هذا هو الموديل. يعني بدك تعمل بريدكشن، بدك تعمل لود للاركيتكتشر تبع النتورك، وتحمل الويتس اللي وصلت لها، وتعمل اساين للويتس اللي وصلت لها، الفاينل ويتس اللي وصلت لها الشبكه، وتعمل بريدكشن من خلال هذه النتورك، تمام؟ اما السبورت فيكتور ماشين، بعد ما انت توجد الديسيجن باوندري، معنى ذلك انه انت وصلت لمعادلته، معادله الهايبر بلين، بس طبق معادله الهايبر بلين. ببساطه طلع فوق الخط بيكون كلاس، تحت الخط بيكون كلاس ثاني. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، لو كان عندي اكثر من كلاس،
لو كان عندي أكثر من كلاس، كيف بدي أستخدم السبورت فيكتور ماشين؟ كيف؟ ريليشن بين الـ two class. ليش يعني يجتمعوا في كلاس واحد؟ عندي ثلاثة كلاسز، تمام؟ ماشي، بس أنا بدي موديل إنه يقدر يتعرف على كل كلاس، يعني يقدر يقول لي إيش هو الكلاس النهائي، بغض النظر إنه هدول التو كلاسز بيشبهوا بعض أو لا. عدنا حنشو حنحكي لما تكون نون لينير، انا بحكيش على النون لينيراليتي، انا بحكي على عدد الكلاس ليبلز. لو كان انا عندي الداتا لينير ولكن عدد الكلاسز ثلاثه، شو بسوي في هذه الحاله؟ لا، بدي انا بدي بريدكشن لاي كلاس منهم، ليش اخذ افريج؟ فبالتالي انت بيكون انت عندك الحد الفاصل، انت بتحتاج لتو مارجنز، لتو هايبر بلينز. واحد بيفصل لثلاثة هايبر بلينز، عفوا، واحد الكلاس، لنفترض انه انا عندي سي واحد، هذا الكلاس الاول، فبالتالي الديسيجن باوندري بيفصل انه هذا لحال وسي واحد، سي اثنين عفوا، وسي ثلاثة، سي ثلاثة انه بكون تحت اللاين، فبالتالي انه انت بتعمل بريدكشن انه هو سي واحد ولا لا. سي واحد بيكون فوق اللاين، مش سي واحد بيكون تحت اللاين، تمام؟ وبكون في عندك ديسيجن باوندري تاني انه انت تعمل فيه بريدكشن لسي اثنين او مش سي اثنين، اللي هو بكون سي واحد تحت اللاين وسي ثلاثة وهكذا، وسي والثالث برضه نفس الاشي، بيكون عندك ديسيجن باوندري ثالث بتحط سي ثلاثة من سي واحد وسي اثنين، تمام؟ فبالتالي انه ممكن انه تطبيقه على مالتي كلاس او يعني مالتي ليبل، لما يكون الكلاس ليبل انه مالتي ليبل، تمام؟ يبقى فهمنا في النهايه انه انت بدك توجد هذه المعادله من خلال التريننج، وجدت هذه المعادله وقت البريدكشن، بس بتستخدم هاي المعادله. الموديل عباره عن معادله، هاجيت اذا كانت البيانات لينير، تمام، معنى ذلك انه انت ممكن تستخدم اللينير سبورت فيكتور ماشينز، والمعادله تبعتها في البريدكشن زي ما حكينا انه واحد ماينس واحد فوق اللاين تحت اللاين، تمام؟ فبالتالي انه هنا اذا طلعت القيمه اي قيمه موجبه 13 17، طالما انه هي اكبر من او تساوي واحد معناها فوق اللاين، تمام؟ يبقى هاي اللاين الفاصل هنا ممكن تطلع انت عندك زائد 2 او ممكن تطلع زائد 13، بهمنيش، زائد 2 زائد 13، المهم انه هي فوق اللاين، وبالتالي الكلاس تبعها دائره. ماينس 1، تمام، معنى ذلك انه الكلاس مربع، اي قيمه تطلع انت عندك اقل من او تساوي ماينس 1، طلع ماينس 17 ماينس 47، بهمنيش، طالما انه طلعت بالماينس معنى ذلك انه هي تحت الكلاس، سواء طلعت هنا او طلعت هنا، المهم انه هي تحت الكلاس، معنى ذلك انه هي بتتبع للكلاس المربع، هذا لو كان لينير، تمام؟ فبالتالي الموديل انه هو مطلوب منه انه يتعلم الفاليو دبليو والكونستانت بي، تمام، من وين؟ من التريننج ديتا، يتعلم ايش الفاليوز اللي بتجيب لي أكبر هامش، إيش هو معادلة اللاين اللي بتجيب لي أكبر هامش. طيب الـ decision boundary هل ممكن إنه يكون، يعني حكينا إنه ممكن يكون يعني مستوي، ممكن يكون في تعرجات؟ آه، ممكن يكون في تعرجات. متخيلين كيف ممكن يكون؟ يعني لما تكون أنت عندك ورقة بس فيها تعرجات، واضح يا شباب؟ يعني مثلا إنه مثل هيك، يعني إنه أنت عندك مستوي مثل هيك، يعني مهم انه هو يعني اي حاجه فوق الهايبر بلين هذا انه بتتبع كلاس، واللي تحته بتتبع كلاس ثاني، مش بالضروره انه يكون انه مستوي، يعني شيء مسطح زي هيك،
يعني ممكن يكون انه اي شكل، او ممكن تكون في قمة هنا في النص او تعرج هنا. فبالتالي النقاط لو كان فيها تداخل ممكن ايجاد هايبر بلين، انه هو يفصل. هاي الفكرة في الموضوع، انه لو كان في تداخل شوية في النقاط انه ممكن توجد الهايبر بلين اللي يقدر انه هو يعملها. هاجد في ايرورز، في ايرورز يعني على سبيل المثال هذا الهايبر بلين، هذا النقاط اللي هنا كلها اغلبها بيضة واضحة الشاشة، تمام، ما عدا هذه انت عندك اسود، فبالتالي هذا يعتبر ايرور انت عندك في السيستم. فبالتالي البرفورمانس تبع السبورت فيكتور ماشين، يعني انت ممكن تتسامح مع بعض النقاط ويكون البرفورمانس انت عندك 96% 97%، هي انت عندك نقطة تنتين ثلاثة بس. هذا افضل هايبر بلين انه بجيب لي نتائج يعني اعلى دقة، فبالتالي اذا انت كنت يعني راضي عنها، تمام، واضح، واضح هذه النقطة. الآن نيجي لموضوع إذا كانت البيانات مش لينير، وهنا احنا مثلناها في 2D عشان انت تتخيلها، تمام، ولكن في الـ ND ممكن تكون البيانات لينير. ND معنى ذلك انه مش X1 و X2 بس، X1 و X2 و X3 و X4 و X7 و X10 ممكن يكونوا لينير، وممكن يكونوا نون لينير. ايش يعني نون لينير؟ يعني مش ممكن فصلهم على الاطلاق، يعني على سبيل المثال البيانات هذه لا يمكن فصلها على الاطلاق باي حال من الاحوال. البيانات هذه اللي هنا يمكن فصلها، فبضل انه انت اللاين يكون هيك ولا يكون هيك، لكن هاي لا يمكن فصلها على الاطلاق باي حال من الاحوال. لا يمكن ايجاد، مستحيل تقدر توجد هايبر بلين او ديسيجن باودر يفصل البيانات هذه. فايش بنروح بنعمل؟ بنروح بنعمل ترانسفور للديتا من سبيس لانذر سبيس بتكون البيانات فيها سيبرابل. هذا موضوع اسمه ترانسفورميشن، انت بتحول البيانات من سبيس لسبيس ثاني بتكون انه البيانات فيها سيبرابل. في هذه الحاله انه انت بتقدر انه انت توجد اللاين اللي له اكبر هامش. معنى ذلك انه سبورت فيكتور ماشين لو كانت البيانات لينير بغض النظر عن الدايمنشن طبقه دغري وما يهمكش. لو كانت البيانات مش لينير ولا يمكن فصلها على الاطلاق، بدك تعمل خطوه اضافيه قبل انه بدك تعمل ترانسفورم للبيانات لسبيس جديد. السبيس هذا بتكون البيانات فيه سيبرابل، يمكن فصلها بديسيجن باودري، وساعتها بتطبق السبورت فيكتور ماشين لايجاد هذا اللاين اللي له اكبر هامش. هايبر بلين، اتفقنا احنا هايبر بلين سواء كان انه على حسب الدايمنشن تبعت البيانات، يعني ممكن تكون 2D فبالتالي بيكون لاين، اكثر من 3D بيكون بلين، اكثر من 3D بيكون هايبر بلين، تمام. بس خلص احنا اتفقنا انه دائما بنسميه هايبر بلين، دائما بنسميه هايبر بلين. ايجاد معادله الهايبر بلين او معادله اللاين مجازا اللي بتفصل هذه البيانات، تمام الامور لغايه الان. يبقى ناقشنا موضوع انه لما يكون في عندي في السبورت فيكتور ماشين مالتي كلاسز، ولما تكون البيانات مش لينير. واضحه النقطتين، تمام، هذه خصائص الالجوريثم هذه انه انت تكون عارفها، تمام. طبعا الهايبر بلين يعني له اشكال متعدده، يعني بس هذه رسمه انه شو معنات الهايبر بلين، انه ممكن يكون مستوي زي هيك او ممكن يكون يعني خط في حال كان البيانات انت عندك 2D. اخر نقطة عندك هنا اللي هي موضوع الكيرنلز في السبورت فيكتور ماشين، لانه لما احنا نطبق عملي، لانه احنا لما نيجي نطبق عملي حناخدهم خوارزمية خوارزمية، ولازم تكون عارف هذا الكلام، ايش البارامترز اللي انت يفترض انه انت تختارها. يعني في الكي ان ان كم بارامتر يفترض انه انت تحدد؟ الكي ان ان كي نيرست نيبورز، عدد الكي عدد الجيران، وايش كمان؟ المتر تبعك، اي مقياس انت بدك تستخدمه في الديستانس، هل بتستخدم يوكليديان ديستانس، بدك تستخدم مانهاتن ديستانس،
تمام. في النيورال نتورك لما تيجي تصمم النيورال نتورك ايش البارامترز اللي بدك تحددها؟ تار عدد الهيدن لايرز وعدد النيورونز في الهيدن لايرز والليرنينج ريت وعدد الاي بوكس. فانت شايف هدول كلهم بدك تحددهم، عدد البارامترز كثيره في النيورال نتورك صداع، تمام. عشان هيك السايز تبع النتورك معضله ولا يمكن حسمه الا تجريبيا، بما انه سيره وانفتحت يعني. كيف بدنا نوجد الحجم المناسب للشبكه للنيورال نتورك؟ انا بقصد بتروح بترسم ثلاث شبكات صغيره متوسطه كبيره. بالتجربه تقدر انه انت تاخذ قرار انه انت تستبعد شبكتين وشبكه تجيفها ان صح التعبير، تمام. كمان مره، بالتجربه بعد ما تطبقهم على الداتا سيت وتعمل فيهم تجربه تقدر انه انت تاخذ قرار انه انت تستبعد شبكتين وتجيف الثالثه. ايش يعني؟ اوضح لك كيف بالضبط. يعني على سبيل المثال ممكن انه الشبكه الصغيره طلعت اصلح وحده، اصلح من المتوسطه واصلح من الكبيره، خلاص الكبيره والمتوسطه بستبعدها، بصير الصغيره هذه يا بدي اكبرها شوي يا اصغرها شوي. هاي مفهوم التجييف يعني، تمام. كيف؟ لا انا بحكي على النتورك اركيتكتشر، النتورك اركيتكتشر اللي هو حجم الشبكه، الاركيتكتشر تبعت الشبكه اللي هو عدد الطبقات وعدد النيورونز في كل طبقه. فبتروح تعمل تبني ثلاث شبكات صغيره وسط كبيره. بالتجربه بيتبين انه ممكن على سبيل المثال الصغيره ادائها مش نافع، الكبيره ادائها مش نافع، الوسط احسن وحده فيهم، فبتصير ايش؟ تجيف فيها، يا بتصغرها شوي يا بتكبرها شوي، بتشوف كيف النتيجه تطلع معك. هذا هو الاسلوب الشائع والامبريكال تجريبي، لا يمكن حسمه الا بالتجريب، تمام، في ايجاد افضل حجم للشبكه. وانت بتيجي تقول في الاخر يعني احنا ايش بنشتغل؟ بنشتغل داتا ساينتست ولا بنشتغل ترزي قاعد بجيف نتورك ولا خباز بنشوف دونتس وباي تشارت، تمام. كيف بتجيف؟ المصطلح هذا مصطلح عامي، مش عارف ايش يعني تجيف. لما انت تشتري بنطلون مثلا وتجيف البنطلون اللي انت اشتريته يا بيكون واسع شوي يا ضيق شوي، فبتروح بتجيفه يا بتضيقه يا بتوسعه، بتروح على الخياط بتقول له شوف لي حل في هالقميص، تمام. مش عارف يعني، هي يمكن في اللهجه المصريه اكثر، مش عارف. انت لما تروح على الخياط وتظبط شو اسمه ايش بتقول؟ ايش المصطلح؟ ظبط لي اياه زغل لي. تمام، يبقى قفزنا شويه للنيورال نتورك، تمام. نرجع هنا للسبورت فيكتور ماشينز. سبورت فيكتور ماشينز زي ما حكينا انه هي عباره عن معادله، بدنا نفهم انه انا في عندي يعني ايش اللي جاب السيره هذه كلها. اللي جاب السيره هذه كلها لانه احنا حنطبق عملي. حكينا انه في الكين عن انت ايش حتختار في التول، حتختار الكي وحتختار الديستانس متريك، تمام. في السبورت فيكتور ماشين ايش حتختار؟ حتختار الكيرنل. ايش هي الكيرنل؟ هي المعادله اللي انت بدك تستخدمها. فممكن انه انت تستخدم المعادله لينير او ممكن تستخدم يعني نون لينير سبورت فيكتور ماشين. فبالتالي انه هذه عباره عن معادلات مختلفه ممكن انه انت تستخدمها، والمعادلات المختلفه عاده بسموها كيرنل، عشان المصطلح هذا لما يمر عليك انه تكون عارف ايش مفهوم الكيرنل. فبالتالي النون لينير سبورت فيكتور ماشين بيستخدم كيرنل فانكشن، يعني بدل الفانكشن، بدل الداله اللينير، بدل الداله الخطيه بيستخدم كيرنل فانكشن، معادله معينة. بيهمناش ايش هي المعادلة هذه الان، ولكن انه في معادلات مختلفة، هذا بيؤدي انه يكون في عندك كيرنلز
مختلفة في السبورت فيكتور ماشين. تمام؟ واضح؟ في أي سؤال على سبورت فيكتور ماشينز؟ نطبق الإيش؟ وفي العادة طول ما بتورجي لك ال شو اسمه، يعني في الريجريشن ممكن انه انت ترسم، في بعض الخوارزميات انه بتعمل فيجواليزيشن للموديل. سبورت فيكتور ماشين ما مرش علي تول انه هي بتعمل فيجواليز لك لشكل الموديل انه هي الحد الفاصل اللي بيفصل بين البيانات، فلا ما فيش. لكن في اللينير ريجريشن موجود هذا الكلام، تقدر ترسم اللاين، و ديسيجن تري بتقدر تعمل فيجواليز للتري. صحيح. قصدك انه انت بدك ترسم الحد الفاصل؟ ممكن انه انت يعني انه انت مثلا تعمل بلوت للبيانات والمعادلة اللي طلعت وتروح يعني ترسمها زي هيك وتطلع هذا الاشي، بس بتطلب هذا منك انه يعني تكتب اكسترا كود يعني. في اي سؤال كمان على سبورت فيكتور ماشينز؟